دبي دانت الدنيا وعشق ما له آخر. صحيح اليوم ما شاء الله جو الاحتفالات والإنجازات والنجاحات، وأحلى شيء في الدنيا أنك أنت تعيش فرحة النصر وفرحة الظفر والإنجاز، وأنه يكلل تعبك بين التميز والتفوق. ونحن دوم حقيقة سواء في سما دبي أو في جميع برامجنا أو حتى لسان حالنا طول الوقت نفخر ونتفاخر بأبناء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي كل يوم ولله الحمد يأكدون تميزهم وتفوقهم وإصرارهم دوم أن يكونون في المراتب الأولى، لأن نحن شعب ما نرضى إلا برقم واحد. ونحن واجبنا نحن نشاركهم أفراحهم، سواء الفرحة هذه كانت في تميز في نجاح على أي صعيد من الأصعدة. اليوم ويانا طالب يانا من الفجيرة، هذا الطالب ما شاء الله عليه اللهم بارك حصل على نتائج مشرفة وتصدر اسمه القائمة لأوائل ثانوية التكنولوجيا التطبيقية. ويانا مشاهدينا في استديو مسا دبي الطالب مايد راشد الحمودي الحائز على المركز الأول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مسار العلوم المتقدمة. مرحبا بك يا مايد. أهلا. مبروك النجاح. الله أكيد مبروك. لكل مجتهد نصيب، ولولا اجتهادك ما كنت وصلت لها النتيجة وما كنت جلست ويانا على هذا الكرسي. حياك الله ويانا أكيد في مسا دبي يا مايد. أحيانا طبعا نحن نبغى نعرف، يعني أنت ما شاء الله عليك يعني طلعت المركز الأول ما شاء الله وحققت هذه النتيجة المشرفة، لو تحدثنا عن مشوارك الدراسي والعام الدراسي، كيف كان مشوارك الدراسي؟ كان مايد. العام الدراسي مليء بالصعوبات والتحديات طبعا، لكن كل ما تقدمت بالعام الدراسي استبدلت هذه الصعوبات والتحديات بالثقة من نفسي والفخر بالإنجازات اللي حققتها هذا العام. يمكن مثل ما ذكرت الفرحة هذه، جربت دموع الفرحة؟ شي صحت من الفرح؟ لا أنا ما صيح من الفرح. أنا ما صيح. يمكن دموع الفرح، يمكن الوالدة صاحت دموع الفرح. يمكن الفرحة هذه تكون مثل ما ذكرت يوم يتيك الفرحة أو النصر عقب رحلة طويلة مثل ما ذكرت كان فيها كثير من التحديات، تكون لها نشوة غير والسعادة غير. كيف تلقيت خبر حصولك على هاي المركز؟ وهل كنت متوقع أنك أنت توصل هاي المرتبة، ولا تحس أنك بتنجح أوكي بنسبة حلوة لكن مو بهاي الدرجة؟ كنت متفائل دائما، أنا كنت واضع لنفسي هدف أني أطلع من الأوائل على الدولة، والحمد لله كنت متفائل دائما قبل ما تطلع النتائج، دائما كنت متفائل وأقول لأهلي إن شاء الله بطلع على وإن شاء الله بطلع على وإن شاء الله. كنت شاد حيلك يعني. هو حلو السماح فكرة إن الواحد يكون ما شاء الله متفائل، والأثر الموجود تفائل وبالخير تجدوه. صحيح. وحلو كذلك الطالب ما شاء الله إن يكون ما شاء الله طاقته إيجابية ويحس دوم بالتفاعل ومتفائل دائما يعني بالخير. زين لو تكلمنا ما شاء الله عن يعني دور أهلك في البيت وتهيئتهم أكيد لك يعني في البيت الظروف أنك أنت ما شاء الله تحقق هذا المركز، تحدثنا عن هذا الجانب. طبعا دور الأهل مهم جدا، هو من العوامل الأساسية للتفوق والتميز. مثال على دعم أهلي لي كطالب، توفير الجو المناسب للدراسة والتحفيز الدائم والدعم المعنوي إذا كان يشدون عليك صارخون؟ لا لا أحس هو يحب يذاكر، يعني هو منظم وقته صح؟ أنت يعني تعتمد على عمرك، ما ترى أحد يقولك ذاكر، عندك هاي المسؤولية تجاه الدراسة صح؟ طبعا أنا كان عندي حافز للدراسة. إذا أنا أبغي أفهم شو معنات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يعني شو الفرق بينها ما بين الثانوية العامة؟ مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على التطبيق أكثر شيء، وفيها مجالات عديدة مثل مجال الطيران، مجال الكمبيوتر وارتفيشال انتليجنس، ومسار العلوم المتقدمة اللي أنا فيه اللي هو التعمق بالمواد العلمية بشكل عميق. ما شاء الله. أكيد يعني شوف يمكن الحين الواحد يعني يتساءل سماح يوم يشوف مثلا الواحد طالع مثلا المركز الأول ما شاء الله ومحقق ما شاء الله يعني هاي المرتبة الكبيرة، يقول هذا أكيد شكله يعني مقطع الكتب ومقضي حياته ما شاء الله بالمذاكرة، لا طلعات لا سيرات لا ردات لا ربع ولا ولا ولا، بس خلاص هو من يرد من المدرسة جاب لها الكتب ليه ما يرد؟ خبرنا عن جدول كيف كان، هل فعلا أنت كنت يعني من النوع اللي مقطع الدراسة، ولا أنت لا يعني عندك صداقات وربع سيارات وردات وكذا؟
قبل الثانوية العامة أنا كنت دائما أعاني من تنظيم وقتي، وكنت أحس بصعوبة بتنظيم الوقت، يعني أدمج دراسة مثلا مع الطلعة وتحدث مع أصدقائي مع أهلي. لكن بالثانوية العامة الحمد لله حصلت يعني على هذا التنظيم، يعني كنت أذاكر مثلا، أعطي المذاكرة وقت معين وأتكلم مع أهلي بوقت معين وأطلع دائما، لأن أصلا الطلعة تحفز الإنسان، ما ينفع بس تتم الذاكر، لازم تغير جو شوي. تغير جو. ما شاء الله أخوك بعد كان من أحد المتفوقين قبل كذا سنة يعني، وفي نفس الثانوية ولا تخصص غير كان؟ لا كان بالمدارس الحكومية. هي. يعني أنتم ما شاء الله كلكم متميزين. الحمد لله. طموحك المستقبلي ما يدعو بهذا الاكتساح ما شاء الله في الثانوية؟ طموحي المستقبلية إن شاء الله أني أتخصص بالطب البشري، لأنها مهنة إنسانية وأنا أحب يعني أساعد الناس وأحب يعني أزيد من جودتهم المعيشية والحياة الصحية يعني، وكان عندي دائما حافز أني أتطلع على الأبحاث الصحية والعلوم الطبية. ما شاء الله. هو دائما يقول لك السماح يعني الطلبة اللي يختارون تخصصهم سواء مثلا في الطب ولا الهندسة أو حتى العلوم الإنسانية مثلا علم الاجتماع والتاريخ وغيره، هم أصلا يكونون حابين هالشيء، وهالشيء سماح بيساهم أكيد وكذلك في مايد أن الواحد يعني يحقق نجاح لأن اختار تخصص هو يحبه. شو الطب تأخذ شو بالتحديد تبغى تدرس؟ أول شيء 6 سنين طب عام، بعدين تخصص إن شاء الله. شو التخصص اللي تطمح له؟ تخصص صعب إني أقول قبل ما أدرس طب عام. في تخيل في 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 مخيلتك للتخصص؟ يعني أتخيل إني أكون تخصص أعصاب. شيء متعلق بالأعصاب. أنا والله ما توقعت تقول أدرس طب، توقعت شيء يخص الآي تي، الذكاء الاصطناعي، هالأشياء لأن هي الترند مثل ما يقولون. لكن أنت ممكن تدخل بعد، ترى البارحة كنا نقول لابد أن الذكاء الاصطناعي يدخل في الطب، يدخل في الهندسة. فأنا أعتقد أنت بإذن الله عندك القدرة للدمج ما بين هالأشياء. حلو. أنا كذلك لفتني مايد، تقول أنت ما شاء الله أنت كنت تقرأ وتطلع على البحوث الطبية، شو البحوث اللي كنت تقرأها ما شاء الله عليك، البحوث الطبية المتخصصة هاي؟ يعني كنت أنا أسمع مثلا عن مثلا مثلا شيء وارد عندنا، يعني معلومة طبية واردة عندنا أبحث عنها بشكل بسيط، يعني ما طلعت يعني على مثلا مجلات معينة، لكن بشكل عام تصفحت جوجل. الحين خلصت الدراسة وخلاص اخترت الجامعة، تم قبولك في أحد الجامعات ولا بعدك؟ ولا بعد الخدمة الوطنية بعدك صح؟ الخدمة الوطنية أول شيء؟ إيه بس تم قبولي بجامعة من الجامعات، جامعة الإمارات. إيه ما شاء الله. بس عقب الخدمة الوطنية؟ إن شاء الله. علينا كيف تقضي إجازة الصيف؟ أقضي إجازتي الصيفية بتطوير المهارات، مثلاً أنا كان خطي يعني بالثانوية مو بلهذاك الحد. خطك؟ إيه خطي. فأحب أطور من هذه المهارة إن شاء الله. لأن عقبة تكتب، لا الحين حتى الوصفات الطبية يكتبونها على الكمبيوتر، ما في قبل وصفة طبية هاي عقاب، مو وصفة طبية ما ينفهم الخط. فمعناته أنت خطك شو، خطك جميل ولا مو بجميل من الحين لازم يعني؟ ها لا. شو خطك جميل؟ يعني ما بين معتدل، يعني قريب من خط الأطباء اللي قبل يكتبونه رشتات هاي. شو عذاب عقاب. شو هواياتك الثانية يا مايد؟ الرياضة بشكل عام، أحب يعني أطلع بالخارج وأسوي أي رياضة مثلا أركض وهذه الأشياء. نتمنى لك التوفيق أكيد يا مايد في محطاتك المقبلة، وأكيد من تميز لتميز أكبر بإذن الله. إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية في مايد، أتوجه لك بجزيل الشكر وكذلك أبارك لك والله يوفقك إن شاء الله يعني في الخطوات القادمة، وأبارك كذلك لأسرتك، وإن شاء الله دوم إن شاء الله ترفع رأس أهلك وإن شاء الله تشرف الدولة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا مايد الحمودي على لقائك ويانا في مسلسل.